قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط السفينة على بعد 126 ميلا بحريا شرقي مدينة عدن الواقعة جنوبي اليمن. وأضافت الهيئة أن طاقم السفينة بخير وأن السفينة تبحر باتجاه الميناء التالي. من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. أهلا ياسين، هل يعني هناك تطورات ميدانية بخصوص هذه الحادثة التي أبلغ عنها قبطان سفينة تجارية بريطانية؟ وأيضا ما هي آخر التطورات الميدانية الأخرى المرتبطة بعمليات الحوثيين في مضيق باب المندب؟ نعم مروج، إذن هي عملية استهداف جديدة حدثت على بعد 126 ميلا بحريا إلى الجهة الجنوبية الشرقية من خليج عدن ومن مدينة عدن، المدينة الاستراتيجية التي يتم استهداف الحوثيين للأهداف البحرية والسفن التجارية في هذا المسار البحري الحيوي، وكذلك أيضا باتجاه باب المندب والبحر الأحمر برمته، بينما تتضاعف التحديات من جراء هذه العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثي بإطلاق الصواريخ من عدد من المناطق، آخرها ما تم إطلاقه من محافظة المحويت، والتي قال ناشطون حقوقيون أن جماعة الحوثيين تعسكر المناطق المدنية بإطلاق الصواريخ من وسطها. وقبل قليل أجرى المجلس الرئاسي اجتماعا خاصا مع شيوخ ووجهاء محافظة صعدة معقل الحوثيين الرئيس، وأجرى معهم نائب الرئيس اللواء عيدروس قاسم الزبيدي الذي أجرى معهم مناقشة هذه الهجمات التي تضر باليمنيين، والتي قال أن معظم السلع تمر عبر هذه المسارات الحيوية، ما يقارب 90% من السلع الأساسية والتي تحمل ربما تداعيات على الشعب اليمني. وأيضا قال أن يكونوا مستعدين لهؤلاء الوجهاء والمشائخ لمقاومة الحوثي والاستعداد لأي عمليات قادمة ربما قد تتطلب قطع أدوات إيران من المنطقة ومن تهديد الملاحة الدولية وضرب السفن التجارية، وهو أيضا ما حمل تعقيدات كثيرة على كل الصناعات البحرية وعلى صناعة النقل على وجه الخصوص وصناعات التكنولوجيا وصناعة السيارات والملابس. وأيضا تتوقع كثير من الدوائر الاقتصادية على أن هذه التأثيرات ربما قد تكون في أوجها في نهاية 2024، وأن لا مؤشر لنهاية هذه الهجمات الحوثية، بينما تكمن هنالك كثير من التحديات خاصة من خلال القوارب المسيرة التي تهدف إلى استهداف السفن وإغراقها، كما حدث مع السفينة الأخيرة ريوتر التي تم إغراقها والتي أيضا تم تفخيخها وتفجيرها كما أعلن عن ذلك زعيم الحوثيين. وبذلك يبلغ عدد السفن التي تم استهدافها ما يقارب 153 سفينة. نعم. وأيضا هذه تجلب الكثير من التحديات، بينما أيضا قادرت المدمرة الأمريكية البحر الأحمر وتطالب أيضا القيادات المهمة الأوروبية أسبيدس بمضاعفة القوات. نعم. في هذه المنطقة رغم فشلها في المجمل وفي الأخير بالتصدي للهجمات الحوثية. مروج، شكرا جزيلا لك ياسين الرضوان مراسلنا من عدن.